مباشرة من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلي الصحفية خولة الخالدي. نتحدث في البداية ونشير خولة حول إطلاق النار الكثيف بحسب ما تذكر الأنباء تحديدا في خان يونس جنوب قطاع غزة. نعم، عمليات إطلاق النار هذه رافقت الآليات والدبابات العسكرية منذ صباح هذا اليوم وبشكل ملاحظ خاصة في مناطق شرق خان يونس وأيضا في المناطق الشمالية ومحافظة غزة في بعض المحاور الأساسية التي كانت تتمركز فيها الآليات والدبابات العسكرية. هذا الأمر مرتبط بطبيعة الحال بإعادة التموضع لهذه الآليات والدبابات العسكرية مع تراجع ملحوظ في مراكز تموضعها في إلى مناطق خلفية أكثر وابتعدت عن المحاور الوسطى لمحافظات غزة والمحافظات الشمالية. الآن بعد أن كانت الآليات والدبابات العسكرية في مراكز أساسية وفي مناطق محورية وقريبة من بعض المراكز ومن أيضا المستشفيات، الآن تتراجع إلى حد ما أكثر شمالا من المناطق الشمالية، بالإضافة إلى تراجعها في المناطق الغربية الشمالية أيضا وتراجعها في محيط مستشفى الشفاء، تقريبا انسحبت بشكل شبه كامل من تلك المناطق. أيضا المحاور الشرقية الجنوبية لمحافظة خان يونس هناك انسحاب واضح للآليات والدبابات العسكرية. هذه العملية عادة ما يرافقها عدد من إطلاق النار والقنابل التي تكون مرافقة لهذه المنطقة لتأمين عملية الخروج أو عملية إعادة التموضع للآليات والدبابات العسكرية، وبالتالي لا اشتباكات في هذه الأثناء. التهدئة مستمرة بكل تفاصيلها المتعلقة باستمراريتها ليومين إضافيين بعد أن كانت لأربعة أيام. أيضا ستتم من خلال ساعات نهار هذا اليوم إدخال عشرات الشاحنات المليئة بالمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي، بالإضافة أيضا إلى عملية صفقة التبادل التي ستتم خلال ساعات نهار هذا اليوم أيضا. يعني حتى نفهم الصورة بشكل أكبر خولة، إطلاق النار أو إطلاق قنابل الدخان وذلك أثناء انسحاب الدبابات أو الآليات العسكرية الإسرائيلية، ذلك لا يشكل خرقا لهذه الهدنة؟ هي عملية نعم لا يشكل خرقا، هي عملية تأمين للآليات والدبابات العسكرية في إعادة تموضعها وإعادة تمركزها. هي آلية عسكرية متبعة في كل الحروب عادة، سواء كان في قطاع غزة أو في خارجها. هي ليست سياسة إسرائيلية، هي سياسة عسكرية تتبعها الجنود الإسرائيليين والجنود والجيوش بشكل عام. بالتالي هي عملية تأمين لخطوات الآليات والدبابات العسكرية في عملية إعادة تموضعها وتمركزها في نقاط ومحاور أساسية. أريد أن أسأل خولة، كما تعلمين هناك عدد كبير بالآلاف من المفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي الذي استمر طيلة يعني أكثر من 50 يوما. هل تم استغلال فترة الهدنة الأربعة الأيام وأيضا يعني في اليومين المقبلين، هل سيتم استغلال هذه الهدنة في سبيل الكشف عن مصير هؤلاء؟ بكل تأكيد هناك إحصائيات تتحدث عن انتشال أكثر من 150 ضحية منذ بداية إعلان هذه التهدئة. تم انتشالهم من عدة مناطق مختلفة كانت قد تعرضت إلى غارات إسرائيلية في وقت سابق، وأيضا في الشوارع الرئيسية والمحاور التي لم تستطع سابقا سيارات الإسعاف من الوصول إليها. هناك كانت جهود واضحة في هذا الإطار وما زالت هذه الجهود مستمرة، ولكن في مناطق من محافظة غزة وأيضا محافظات الشمال نتيجة لنقص الوقود وأيضا عدم إمكانية تحرك سيارات الإسعاف والدفاع بالشكل الملائم والمناسب، بعض المناطق تم انتشال منها عديد من الضحايا والإصابات، ولكن في مناطق أخرى ما زالت هذه الجثامين ملقاة في شوارع قطاع غزة وفي مناطق إلى حد ما قريبة من تمركز الآليات والدبابات العسكرية، وبالتالي هناك أكثر من 7000 مفقود حتى هذه الأثناء. ولكن في مناطق المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية عمليات الانتشال ما زالت مستمرة، شارفت على الانتهاء فعليا، ولكن عملية البحث جارية للتأكد تماما أنه لا ضحايا حتى هذه الأثناء متواجدين تحت كام المنازل المدمرة أو حتى المنشآت أو الشوارع. من دار البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، يعطيك العافية.